ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا وهي استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن آلام المفاصل. يمكن كان دايما متعارف أن سبب من أسباب تقدم العمر وكبر السن هي الإصابة بأمراض المفاصل والعظام، واللي من أشهرها خشونة مفصل الركبة. لكن للأسف دلوقتي بقينا نشوف شباب كتير في سن صغير بيعانوا من أعراضها، زي وجود ألم شديد وهم طالعين السلم، أو يسمعوا صوت طرقعة في المفاصل وهم بيصلوا، وبالتالي كمان ده بيأثر على كل مهامهم اليومية. عشان كده هنعرف أكتر عن أسباب خشونة الركبة وطرق الوقاية منها مع ضيفنا اللي منورنا دايما الدكتور علاء الدين احمد، المستشار العلمي لشركه باكس فارما. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اولا انا سعيد بوجودي معاكم في الحلقه الثالثه في برنامج الحريفه. اهلا بك، وان شاء الله نقدم حاجه للساده المشاهدين تكون افاده ليهم ان شاء الله باذن الله. عايز اعرف من حضرتك بس بدايه كده، ايه اسباب ظهور امراض المفاصل وخشونه الركب لصغار السن كمان؟ بس هو المفروض ان انا اضيف وانت المسؤولين انت اللي بتساله. بس انا ممكن انا اسالكم سؤال بسرعه عكسيه؟ طبعا اتفضل. تفتكروا الحلقه بتاعت المره اللي فاتت يوم الثلاثاء احنا ختمناها بايه؟ ده صعب قوي، ذاكره السمك احنا مين اصلا. كتبناها بان انا كان الاربع الاهلي كان هيلعب اوكلاند سيتي. ايوه دكتور. وتمنينا ان شاء الله ان الاهلي يكسب يوم الاربع اوكلاند سيتي، ويوم الاحد يكسب الفريق الامريكي. مظبوط. ونتمنى بقى النهارده ان شاء الله بكره تحصل المعجزه ونكسب ريال مدريد. وانا متفائل خير، وعندي اسباب للتفاؤل ده نقولها في اخر الحلقه ما شاء الله. وانا كمان متفائل. الحاجه الثانيه، عندي خبر حصر ليكم، الاخبار اللي جايه من المغرب ان الكابتن محمود الخطيب بصحه كويسه تمام التمام. الحمد لله رب العالمين. بص، حضرتك المقدمه بتاع حضرتك اثرت فيها كذا نقطه، اثرت فيها كلمه مفاصل، واثرت فيها الشباب، واثرت فيها الخشونه بتاعه الركبه. تمام. خلينا الاول نعرف يعني ايه مفصل، عشان ده هيودينا لحته خشونه الركبه. مظبوط. اتفضل. المفصل هو التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف، ده بيسموه مفصل. حضرتك قلت خشونه الركبه، يعني مثلا المفصل بتاع الركبه هو التقاء العظمه بتاعه الفخذ بعظمه الساق. فده ادى للمفصل. تمام. المفصل ده العظمتين دول بيرتبطوا ببعض عن طريق اربطه وبينهم غضاريف، وبين الغضاريف في سائل، والسائل ده مهم جدا. الغضاريف فايدتها ايه؟ الغضاريف دي بتعمل زي مخدات بتمنع احتكاك العظم ببعضه، بس الغضاريف دي بينها سائل برضه. صوت التقطيع اللي حضرتك قلتيه ده هو ده مؤشر ان السائل ده ابتدى يقل. فمعنى ذلك السائل ده لما يبتدي يقل، الركب ايه اللي هيحصل؟ الغضاريف هتبتدي تاكل في بعض. مظبوط. وده يؤدي لخشونه الركبه، ومشكله خشونه الركبه هي مقدمه لتغيير المفصل. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك اثرتي قصه الشباب او السن الصغير. دي حقيقه. انا دايما بقول ان كل ما التطور بيزيد والكسل بيزيد، كل ما الامراض بتزيد. حقيقة. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا زمان لما كنا نحاول التلفزيون كان ايه اللي بيحصل؟ بنقوم نحوله. دلوقتي احنا ماسكين الريموت وعاملين نحاول. مظبوط. تقدمنا بقينا ماسكين الموبايل وقاعدين عليه فترات طويله. اكتر حاجه بتاثر في العظم وفي المفاصل هو انك تقعد فتره طويله بدون حركه. لانك لما بتقعد فتره طويله بدون حركه، العضله ما بتشتغلش، والعضله على فكره هي اللي بتحمي العظم والمفصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، كميه الدم اللي بتدفق للمفصل بتقل، فده يؤدي الى مشكله عندي في المفصل. حلو قوي. احنا كده اثرنا المشكله. وعلى فكره طبعا ومعظم اولادنا والشباب دلوقتي بيقعد فترات طويله على الموبايل، بيقعد فترات طويله على اللابتوب، بيقعد فترات طويله على الكمبيوتر، فده يؤدي يقول لك انا عندي مشكله في كتفي، عندي مشكله في رقبتي، عندي مشكله في رجلي. مهم. عشان كده اصبح الموضوع ده منتشر ما بين الناس الصغيره في السن. وعلى فكره الجانب الوراثي ليه دور فيه، يعني من 40 ل 60% في وراثه، في الناس اللي هي عندها التاريخ العائلي بتاعها في مشكله المفاصل بتتوارث. Yeah. احنا دلوقتي اثرنا المشكله، عايزين نبقى نحل. بالظبط. إيه ولما نيجي نحل، ودايما نحل حل وقائي وليس علاجي. انا مش عايز اوصل لمرحله ان انا يبقى عندي مشكله في المفصل. عشان كده بنلجا للمكملات الغذائيه، والمكملات الغذائيه دايما انا بقول ان هي حاجه وقائيه، وفي بعض الاحيان بتبقى حاجه علاجيه. عشان كده الكورس بتاع النهارده اللي بنتكلم فيه في صحه المفاصل والعظم هو كورس العظام بتاعت شركه باكس فارما. اول حاجه في هذا الكورس، زي ما دايما بقول، ان انت لما بتيجي تبني عماره لازم الاساس بتاعها يبقى كويس. الاساس بتاع العظم بتاعنا هو فيتامين د، لان فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم.
يبقى انا لو عندي نقص في فيتامين د يبقى بالتاكيد هيبقى عندي مشكله في ترسيب الكالسيوم في العظم. طبعا والكالسيوم هو المكون الاساسي للعظم. برافو عليكي. الكالسيوم هو الاساس في تكوين العظم. الفسفور هو المسؤول عن قوه العظم، ولما الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظم. عشان كده تلاقي ان الست الحامل دايما بتشتكي من الام في العظم، لان الجنين في الشهر الرابع بياخد المصدر الاساسي للكالسيوم بتاعه من الام. وهي عندها مشكله في الكالسيوم فيتامين دي، فبيظهر عندها مشاكل في العظم او في السنين. فاحنا اول حاجه حليناها في الكورس بتاعنا عن طريق المكمل الغذائي الاول بتاعنا اللي هو الفيتامكس، اللي هو فيه تركيز 2000 وحده دوليه من فيتامين د. ولو تفتكروا من حوالي 6 7 سنين لما الدوله ابتدت تعمل اويرنس وتوعيه لفيتامين د، اكتشفوا 90 ل 95% من الشعب المصري عندهم مشكله في فيتامين د. لان برضو من ضمن الرفاهيه التكييفات اللي احنا قاعدين فيها، وتلاقي ان معظم الناس اللي بتشتكي من تغيرات التكييف يقول لك انا عظمي بيوجعني. هو الكالسيوم عنده في مشكله ان فيتامين دي قل عنده، لان فيتامين د معروف ان هو بيسموه اللي هو فيتامين الشمس، الشمس هي المسؤوله عن تحريره في الجسم. يبقى انا حليت لك اول مشكله وهي مشكله فيتامين د، وهو موجود عندنا على الشاشه اهو الفيتا بيكس تركيز 2000 وحده دوليه. بناخد قرص بعد الفطار. طيب احنا اتفقنا ان اساس العظم هو الكالسيوم. والكالسيوم زمان كانوا يقولوا لنا في الاغاني ايه واحنا صغيرين، لازم تشرب اللبن. لان اللبن بيمثل 90% من مصادره للكالسيوم. تمام. ولازم عظمك يتكون بصفه كويسه. هو مش اللبن، مش ان انا اخد لبن بس، المفروض اخد 3 وحدات منه في اليوم، يعني اخد 3 كوبايات، لان هم برضو علمونا ان المفروض ان الجسم ياخد في اليوم 1200 ملي جرام من الكالسيوم، وده ما بيحصلش. سواء كان كوبايتين يعني لبن وكوبايتين. يعني كام كوبايه لبن؟ 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات زبادي في اليوم. في اليوم ده المفروض. طبعا ده ما بيحصلش. عشان كده هتلاقي ان مشكله هشاشه العظام كان زمان 45 لا اصبحت دلوقتي 40، وممكن تلاقي 30. لا ده دلوقتي 20 وممكن 20 كمان. برافو عليك. فاحنا ايه بقى حلينا هذه المشكله؟ ان انا اديتك المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو السي دي سي ديكس، اللي هو فيه تركيز 1350 ملي جرام من الكالسيوم. اوكي. هو بس مش كالسيوم وبس، هو الكالسيوم سيترين. لان كان عندنا مشكله في الكالسيوم اللي الناس بتاخده ان هو معدته تقرص. على فكره معدته تقرص زي انتوا اللي قلتوه قبل كده، دي حقيقه. لما حد بياخد الكالسيوم معدته تقرص. تقرص ليه؟ لان هو محطوط في صوره الكالسيوم كربونيت. في امريكان والاوروبيان الكالسيوم محطوط في صوره الكالسيوم سيترين، لا هو بيأثر ولا بيتأثر بالمعده. وعشان كده برضو انا بدولك كمان بعد الغداء، يعني بأمنك تمام من ناحيه الجهاز الهضمي. يبقى انا دلوقتي حليت لك المشكله الثانيه، مشكله الايه؟ مشكله الكالسيوم. ان انا اديته لك في صوره سي زد اكس زي موجود على الشاشه. أوكي. اللي هو موجود في صوره الكالسيوم سيترين. حضرتك اثرتي خشونه الركبه. صح كده؟ مظبوط. خلينا بس نقول ان يعني برضو انا اعرف ازاي ان انا عندي وارد يبقى عندي خشونه ركبه. في بعض الاعراض كده لما تحصل لي يبقى خلي بالك ان عندي وارد يبقى عندك خشونه ركبه، بتلجا للطبيب بتاعك. أوكي. اول حاجه فيها صوره الطقطقه، لان الطقطقه ده مؤشر ان السائل ده ابتدى يقل. في صوره الم في المفصل نفسه، ساعات بيحصل تورم في المفصل نفسه. ساعات بيحصل احمرار في المفصل نفسه، ساعات بيحصل تيبس في المفصل نفسه، ساعات بيحصل مشاكل في العضلات اللي بتحط ارتشاح كمان. او دي مرحله تانية. الارتشاح ده نتيجه برضو السائل ده ابتدى يقل. تمام. فاذا انا لازم احللك هذه كل المشاكل بكورس وقائي او علاجي. اوكي. ما دام وقائي يبقى المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. وعلى فكره الجوينت بيكس انا بعتبره اضافه في عالم المكملات الغذائيه في مصر، لان موضوع المفاصل زي ما حضرتك اثرته في المقدمه بقى منتشر جدا. الجوينت بيكس ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن 5 حاجات وبيعمل 5 حاجات. عباره عن كلوكوزامين، كلوكوزامين تركيز 500 ملي جرام، وعباره عن كوندروتون والهيرونيك اسيد. الثلاثه دول المفروض الجسم بينتجهم. بس مع الاسف الشديد مع العادات الغذائيه الخاطئه ومع الحركات الخاطئه زي ما حضرتك قلت طلوع السلم، على فكره طلوع السلم ده برضو من اكبر الحاجات اللي بتؤدي لخشونه الركبه. طب ايه، ما نطلعش سلم؟ لا نطلع. هو بص حضرتك، هو طلوع السلم، بس انا الشوز اللي لابسه في رجليا نوعه ايه؟ اطلع السلم. بس هو المشكله في الشوز اللي لابسه يعني مثلا ده في الجيم جهاز السلم ده الستيب. على فكره حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. إيه؟ على فكره انت عارفه ان من ضمن اسباب زياده خشونه الركبه هو ان احنا بنلعب رياضه بدون تحت اشراف مدرب متخصص. هتلاقي معظم الناس اللي بتمشي على التريد ميل يقول لك انا عندي مشكله في ركبتي، لان هيقول له بالتاكيد لازم تلبس كوتش رياضي متخصص. دي حقيقه. لانك لو يعني هو مثلا في بعض الجيمات الكبيره على فكره تمنع انك تلبس لازم الكوتش يبقى ما ينفعش. تمام. فبقت الرياضه هنا سلاح ذو حدين، لو انا مستعد للرياضه صح هاخد منها الحاجات الكويسه، لو انا مش مستعد لها صح يعني مش لابس كوتش مثلا رياضي صح
ايه اللي يحصل؟ هيبقى عندي مشكله في الركب. يعني التريدميل بيعمل خشونه، فسيبنا التريدميل. طب السلم ده بصي اي حاجه، بصي حضرتك اي حاجه في الجيم لازم يبقى حد متخصص جنبك. اوكي تمام، والمتخصص ده فاهم، هيقول لك لا لازم الكوتشي تجيبي كوتشي اوريجينال بلاش الجينيريك. حتى طبعا الزوايا بتاعت الرجلين، الويت ليفتنج المفروض يبقى زاويه ركبتك بشكل معين مع الله ينور عليك، متخصص عليك. وده برضو خلي بال حضرتك برضو يقول لك ليه بقت الموضوع ده منتشر في الناس صغيره السن، كلهم بيروح جيم بس هو بيروح جيم ما فيش حد متخصص بيراقب القصه معاه، وهو كمان ما بياخدش الغذاء بتاعه من صغره. فهتلاقي يعني مثلا الاسماك على فكره مصدر اساسي للجلوكوزامين واللي احنا هنقول عليه في الجوينت بيكس دلوقتي. فكل ده بيؤدي انك تلاقي ان الموضوع ده بقى اصبح منتشر في الناس صغيره الناس اللي هي مش كبيره في السن. نرجع تاني للجوينت بيكس. الجوينت بيكس عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات، قلنا عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون وهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف اللي بتمنع تاكل الغضاريف ببعضها. عندنا كلوكوزامين والكوندروتون دول هم اللي مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. تمام، الجسم اوريدي بينتج هذه المواد. يعني لو خدنا حاجه على سبيل المثال الكلوكوزامين، احتياجات الجسم في اليوم 1500 ملي جرام. طبعا الجسم اصبح لا ينتج ذلك، فاصبح عندك النهارده اي حركه مش محسوبه هيبقى عندك مشكله في الاربطه والغضاريف. أوكي. احنا بقى عملنا، وده الفيديو اللي عندنا ده بيوضح لك ازاي احنا بنوصل لمرحله خشونه الركبه. عندك التهاب في الاوتار، عندك مشكله في العض، فايه اللي بيحصل؟ فهتلاقي حضرتك ان الغضاريف اللي ما بين السائل اولا بيقل، اللي ما بين الغضاريف ده في الفيديو اللي هيجي بقى في المرحله الثانيه، السائل بيقل. السائل لما بيقل بتبتدي الغضاريف تاكل في بعضيها بالظبط كده زي اللي بيحصل ده. الغضاريف لما تيجي تاكل في بعضيها يبتدي العظم يحك ببعضه، ونخش في مرحله خشونه الركبه، ودي المقدمه لتغيير المفصل. على فكره انا بتفاجئ ان في شباب 35 سنه و40 سنه بتلجا لتغيير المفصل، لان هو عاداته الغذائيه والرياضيه خاطئه. تمام، فاحنا النهارده بص حضرتك شفا هي دي خشونه الركبه اللي بتؤدي في الاخر لتغيير المفصل. طبعا تغيير المفصل عمليه مكلفه جدا، وفي الغالب المريض ما بيرجعش زي الاول. نرجع تاني للجوينت بيكس، هو عباره عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. اتفقنا عباره عن كلوكوزامين والكوندروتون، دول اللي مسؤولين عن بناء الاربطه والغضاريف. يبقى اول حاجه الجوينت بيكس بيعملها اللي هي بناء الاربطه والغضاريف. تمام، نيجي للحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه اللي موجوده فيه الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف، يبقى ده عشان يسهل من سهوله الحركه، صوت الطقطقه اللي قلت عليها في الاول في المقدمه. طيب عباره عن في كمان مستخلص البروملين، هو مستخلص الاناناس، الفاكهه بتاعت الاناناس ده. الاناناس ده المستخلص بتاعها بيعمل ايه؟ مضاد للتورم، لان احنا قلنا في الاول ان من ساعات من ضمن اعراض مشكله المفصل تلاقي فيه تورم. يبقى مستخلص البروملين او مستخلص الاناناس هنا بيشتغل كحاجه مضاد للتورم. اخر حاجه موجوده فيه اللي هو الزنجبيل او مستخلص الجينجر، اللي هو هنا بيشتغل كمسكن للالام وبيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. أوكي. الناس اللي قاعده في التكييف كتير، المفصل في ساقعه، فكميه الدم بتقل، فيبتدي يقول لك انا عظمي بيوجعني والمفاصل بتاعتي بتوجعني. عشان كده المفروض كل الناس اللي في الاستوديو هنا ياخدوا الجوينت بيكس. فكونا التكييف وحطوا التكييف شويه. دي حقيقه حضرتك، حتى تلاحظ ان تقول لك انا عظمي بيوجعني، دي حقيقه. لما التكييف بيزيد العظم لان الجسم درجه حرارته بتقل، فكميه الدم اللي بتدفق بتروح للايه؟ للرئه والكبد والكلى وتسيب العظم، فيبتدي العظم يحصل له المشكله اللي احنا بنقول عليها. الجوينت بيكس في نطاق حديثنا قلنا ايه؟ قلنا في ناس بتشتكي من اعراض وناس مش بتشتكي من الاعراض. ناس مش بتشتكي من الاعراض، يعني بديه له وقائي. وقائي يعني ايه؟ يعني انا بديله قرص واحد بعد العشاء من الجوينت بيكس. طب لو ابتديت تشتكي من الاعراض زي ما حضرتك قلت في المقدمه، يبقى هنا بياخد قرصين من الجوينت بيكس. وقرصين ليه؟ لان احنا قلنا تركيز الكلوكوزامين 500 ملي جرام، والجسم المفروض ينتج 1500. أوكي. فانا بدي قرصين، يعني بدي 1000. يبقى هنا بديه له كعلاجي. حلو قوي. تمام، احنا الكورس لسه عندنا فيه ايه تاني؟ المفروض فيه الالبا مالتي فيت. هو بص حضرتك الالبا مالتي فيت ده هو كورس لوحده بالظبط، ده عايزينك تكلمنا عليه باستفاضه برضه. حلو، بص حضرتك زمان، مش من زمان قوي يعني، لما كنت تروح للدكتور وتقول له انا بشتكي من نزله برد، يروح مديك فيتامين سي مظبوط وفوار لوحده. آه. طيب لما الستات بتشتكي مثلا عندها مشكل في الشعر، تروح مديها الزنك لوحده. مظبوط. الناس بتوع السكر اللي ما عندهم مشكله في الاعصاب يروح كاتب له فيتامين بي لوحده. تمام. الناس اللي عندها مشكله في الغده الدرقيه يروح كاتب له النحاس لوحده. حلو. الستات الحوامل او اللي عندهم نقص في فيتامين في الهيموجلوبين يروح كاتب له الفوليك اسيد
لوحده. مظبوط. الناس اللي بيبقى عندها مشكله في العظم يروح كاتب له الكالسيوم لوحده. كل اللي انا قلته ده متجمع في قرص واحد اللي هو قرص القلب مالتي فيت. يعني تخيلي ده اصبح كورس من الفيتامينات. قرص واحد عباره عن كورس من الفيتامينات، لان هو فيه 13 فيتامينات ومعادن من الاحتياجات اللي الجسم بيحتاجها. او الفيتامينات المهمه اللي الجسم بيحتاجها. هو ما فيهوش فيتامين د، فاحنا ادينا مع الكورس فيتامين د. اوكي. احنا ده بناخده سواء عندنا مشكله في المفاصل او ما عندناش. ده قلب مالتي فيت ده مقوي عام. على فكره مقوي عام، عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، الناس اللي بتخس بيحصل عندها نقص في الفيتامينات والمعادن، لما بيحصل نقص في الفيتامينات والمعادن الحرق عندها بيقل. فانا بدي عشان كده الناس اللي بتخس بينصح انهم يستخدموا القلب مالتي فيت عشان ده يزود من معدلات الحرق عندهم. اوكي. تمام. بيتاخد قرص بعد الفطار مع قرص الفيتامين ده اللي هو الفيتابيكس. يبقى هنا احنا بندي مجموعه متكامله من الفيتامينات والمعادن في قرص واحد اسمه القرص القلب مالتي فيت، وفيها النسب المطلوبه اللي الجسم فعلا محتاجها. يعني ساعات برضو الدكتور يقول لك ايه، لا يعني اصل ده ما فيش لوحده، مش لازم تاخد كل حاجه لوحدها عشان تضمن. ده حاجه على سبيل المثال الفيتامين سي اللي فيه 500 ملي جرام، على فكره ده اللي كان موجود زمان في الفوار. اللي مثلا فيتامين فيه 12.6، ده الاحتياجات الجسم، يعني التركيزات اللي موجوده فيه هو اللي الجسم بيحتاج. الزنك فيه 23.9، هو الجسم بيحتاج 23.9. هو بص، هو ده حاجه كده متكامله. حلو. يعني انت بدل ما تجيب 4-5-6 علب من فيتامينات، انا حطيت لك في قرص واحد. حلو قوي. دكتور، اغلب الناس لما بنقول بس قدامهم مكملات غذائيه يقول لك لا انا مش هقدر ادفع كل الفلوس دي، وطب احاول اشوف مش عارف ايه. هل الكورس بتاعنا بيتحط في كاتيجوري انه بس انا هقول لك على مفاجاه حصلت معايا انا. انا لما ابتديت اشتغل على الكورس ده انا ما كنتش عارف سعره. اوكي. تمام. فتسالت سؤال، هو سعره كام؟ فاتصلت بالشركه. انا لما عرفت سعره انا اتفاجئت. سعره مور اكونوميك، يناسب جميع افراد الاسره. تمام. وخاصة لما تقارن سعره بحاجتين، بسعره المستورد اللي شبيهه بالظبط، الحاجة التانية هو بيمنع عنك حاجات تكلفتها عالية. يعني انا لما بديك الجوينت بيكس يبقى انا ممنعك انك تغير مفصل. طبعا ممنعك انك تعمل اشعة اصلا من الاول. واشعة والكلام ده كله. فهو كسعره هو مور اوكونوميك، يعني يناسب جميع افراد الاسرة، وبيمنعني من حاجات تانية ممكن ادفع فيها مصاريف كتير. طيب عايزين نعرف برضه يا دكتور طرق التواصل، ازاي الناس تقدر تتواصل وتحصل على الكورس؟ بص عليك، هو في موجود على الشاشه الارقام التليفونات اللي احنا نتواصل بيها مع الساده مع الشركه. وكمان اللي الناس اللي بترد ده فريق طب متخصص، لان هو بيسالك بعض الاسئله وبيعمل لك فايل عشان في الاخر يحدد لك الجرعه اللي تناسبك. وبعد كده بيبقى معاك في فولو اب. يعني احنا بالظبط كده كان احنا نقلنا لك عياده فريق طبي. فريق طبي وضنوا لك في عندك في. وعلى فكره الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في القاهره والجيزه واسكندريه، وده دلاله على التراست او الثقه في الكورس نفسه. مصرح طبعا من وزاره الصحه طبعا، مصرح التغذيه طبعا. انتوا الكورس ده هل بيختلف من شخص للتاني؟ يعني لو انا خدته غير لو اميره خدته، تاثيره علينا بيبقى مختلف؟ حسب حضرتك، حسب الاعراض اللي انت بتقوليها. لان انت ممكن حضرتك انت تاخديه كعلاجي، استاذ اميره تاخده كوقائي. ممكن انت تبقى محتاجه ما تاخديش كالسيوم. وخلي بالك برضه ساعات بيطلب منك بعض التحاليل هو الفريق الطبي بيطلبها منك. اوكي. يعني عشان في الاخر نحدد انت إحنا محتاج الجرعه ايه اللي انا هديها لك. طيب. وانا بس عايز اقول حاجه بقى، احنا اتكلمنا عن الكورس، معلش اكيد ازاي تاخد الكورس. لان انا اتكلمت عن اربع ممكن نتكلم عن الجرعه. صحيح. القلب مالتي فيت وفيتامين د باخدهم بعد الفطار. دايما الفيتامين. يبقى القلب مالتي فيت والفيتابيكس باخدهم بعد الفطار. قرص واحد. اوكي. سيتي زيت بيكس اللي هو الكالسيوم باخده بعد الغداء عشان أأمنك تمام من مشاكل المعدة. يبقى المعدة فيها أكل فما تتعبناش. برغم أن هو حتى لو تاخد على المدى الفضل أن هو عبارة عن كالسيوم ساترات. الجوينت بيكس بيتاخد قرص بعد العشاء لو أنا هديهولك كوقائي. لو هديهولك كعلاجي بياخد قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. ما ملوش دايما الفيتامينز والمكملات الغذائيه ما نحبش ناخدها بالليل، يعني بيبقى فيها حاجات ممكن تفوقنا تسهرنا تعمل لنا أرق. انا مبسوط من حاجه. اتفضل. مبسوط ان الثقافه بقت موجوده عندكم وبالتبعيه موجوده عند كل الناس. على فكره هي اثرت نقطه في منتهى الاهميه. احنا ليه بنقول الفيتامينات تاخد الصبح؟ لان لو تاخد بالليل هتديك طاقه ممكن تسهرك. بالظبط كده. فانا بديها لك الصبح بعد الفطار عشان خلي بالك كمان عشان انت محتاج انك تشتغل وتنزل تمارس حياتك العاديه. فبيتاخد بعد الفطار زي ما قلت القلب المالتي. تمام جدا. طيب اخر حاجه بس عايز اسال حضرتك، اصحاب الامراض المزمنه، الناس كبار السن بيبقى عندهم ضغط سكر، هل في اي قلق من المكمل؟ بنتكلم على مكمل غذائي من مصادر طبيعيه. فمفيش اي مشكله خالص. انا بطمنك تمام. كلها حاجات طبيعيه. كلها حاجات طبيعيه ومفيش. وخلي بالك هو الامراض المزمنه، الامراض المزمنه هو في الغالب بيشتكوا
من الام المفاصل والعظم. يعني مثلا هقول لحضرتك على احصائيه كده، وجدوا ان 45% من على مستوى العالم بيشتكوا من الام المفاصل. وجدوا كمان، احنا خلصنا خلاص؟ لا اتفضل حضرتك كمل كلامك وبعدين. صحيح اثرت نقطه الكبار السن دي واصحاب الامراض المزمنه. انا بديك ارقام دلوقتي، حضرتك هتلاقي من 2 ل 19% دول اللي فوق ال 40 من السن 40 سنه بيشتكوا من الام المفاصل. من فوق 45 سنه ل 65 سنه وصلت النسبه ل 35%، فوق ال 65 النسبه توصل ل 50-60%. فهو الجروب الاكبر اللي بيعاني من مشاكل المفاصل هو موجود كبار السن. بالظبط. عشان كده انا بفضل نديهم مكمل غذائي. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، نورتنا واستفدنا منك، وان شاء الله يكون كل المشاهدين استفادوا من الدكتور ويحافظوا برضو على صحتهم. انا عايز اقول حاجه اخير. اتفضل. اتمنى ان شاء الله تعالى بكره نعمل المعجزه ونحتفل الاسبوع الجاي باذن الله بالمعجزه ان شاء بإذن الله. باذن الله. انا تفائلت بوجود حضرتك ان شاء الله. استنونا بكره ان شاء الله مشاهدينا في حلقه قويه جدا جدا فيها فقرات ان شاء الله تعجبكم. باي باي.